كل عافية. بعتقد اليوم اللي بدنا نحكيه هو من أهم الأمور اللي لازم نحكي فيها تربويا، وخاصة أنه نعمل خطوة على أثر المؤتمر التربوي اللي عملناه كلنا للعلم اللي صار سنة 2015، وعلى ضوء نحن قلنا بدنا نعيد النظر بعدة أمور، من المناهج ومن الامتحانات الرسمية إلى آخره. من سنتين لهلأ وكان عم بيصير في ورش عمل بالمركز التربوي، وهيدي الورش العمل كانت بتشمل عدد كبير من الأساتذة والأخصائيين من القطاع الرسمي والقطاع الخاص. وما بنخفي عليكم أن المناهج اللي موجودة حاليا واللي كل الطلاب عم يدرسوا فيها آخر مرة يمكن أعيد النظر فيها من حوالي 20 سنة، وبلش تنفيذها يمكن أي سنة سنة 97، بس بلش تنفيذها بال2000. كان حتى بوقتها وقت انحكى أنه هيدا المرسوم أو إعادة النظر بالمناهج لازم تصير كل 4 سنين. هيدا الشيء طبعا ما صار، مثل كل الأمور الأخرى بالدولة بينحكى عن المواضيع ولكن ما بتتنفذ. اليوم صار في كتير أخذ وعطى باللي صار وبالدراسة اللي انعملت اللي على أساسها أنا اليوم اعتمدنا التعديل النهائي واللي هو الرسمي. صار في كلام على مواضيع نحكي فيها فيما بعد، إنما بالجوهر اللي بدي أقوله أنه ورش العمل هي فعلا أعطت نتيجة، والنتيجة الأساسية هي نخفف معاناة المتعلم والمعلم اللي هي كانت دائمة، خاصة من ناحية إنهاء البرامج المعتمدة حسب روحية المناهج اللي كانت موجودة. شو يعني؟ يعني الأستاذ والمعلم والمدارس عم تنعطى مناهج وعم تنعطى عدد من الأيام والأسابيع لحتى تخلص مناهجها. هيدا الشيء مش عم يتحقق، لأنه آخر مرسوم صدر بعدد الأيام وعدد الأسابيع بيحكي عن 170 يوم تعليم، مش تخفيض من 128 من 140 لأقل مثل ما ورد مع الصديقة العزيزة فاتن. هو المرسوم بيحكي عن 170 يوم حقيقة، ولكن ولا مرة حدا قدر يطبق 170 يوم. تعرفوا في عطل، في إجازات، في إضرابات أوقات، كان عم بنحاول قد ما فينا نوصل لل 140 يوم، إنما المناهج مكتوبة على أساس 170 يوم. وهون المشكلة، بعض الأساتذة صاروا بدهم يركضوا لحتى يخلصوا المناهج اللي مكتوبة، ولما نوصل لمحل ما بقى في عدد أيام كافي مش عم بيكونوا مرتاحين الطلاب ولا الأساتذة من ناحية أخذ وقتهم بالشرح وبعدين الدخول لحتى يقووا الطلاب بخبرة عملية بتطبيق عملي لحتى يواكب اللي عم يشرحوا له إياه. هيدي كان عم بيكون فيها صعوبة. من هالناحية اللي بدي أقوله أنه اللي انعمل اليوم هو حل مؤقت لحتى نوصل بالنهاية ونطور المناهج اللي عم ينحكى عنها، نطورها بشكل جدي، نخفف منها الأمور اللي ما لازم تكون بقى موجودة، خاصة التكرار. كتير من الأساتذة بيشتكوا على التكرار اللي موجود، وأوقات بين سنة وأخرى، وأوقات بنفس السنة بين فصل وتاني، بين درس وآخر، في عدد من التكرار وفي شكاوى واضحة للكل. هلأ البعض بينقذ انه ليه جيتوا هلأ، ليه هلأ جيتوا حطيتوا لنا هيدي الأزمة من اليوم او هيك حطيتوها. طيب هيدي اليوم قبل ما يبلش العام الدراسي عم نخبر عنها. لو انا حطها قبل شهرين كانوا بيقولوا لنا نحن هلا في امتحانات رسميه مش وقت تحكونا فيها، عنا انشغالاتنا بمكان اخر. لو حطيناها بنص العام الدراسي كان نفس المشكله، انه ما فينا بنص السنه الدراسيه. حطيناها قدام الجميع ابتداء من بدايه العام الدراسي. هيدي النقطه الاولى، بس ما انتهى شغلنا ولا انتهى شغل المركز. اللي كان عم بيصير لحتى يقدروا المدارس والاساتذه يامنوا المطلوب منهم وفق المناهج، بعض المدارس كانت عم تلجأ لثمان ساعات باليوم بدل 7 ساعات مثلا، وبعض المدارس كانت عم تستعمل النهار السادس، يعني التعليم بيكون حتى يوم سبت اذا كان اقفالهم سبت واحد.
يعني بعض المدارس عم تعمل 6 ايام وبعض المدارس بتعمل ساعه اضافيه ليقدروا يامنوا اللي مطلوب منهم بالمناهج، خوفا من شو ممكن يجي بالامتحانات الرسميه، مش ايمانا منهم بضروره يعلموا اللي هن عم بيعلموه بهالمناهج الموجوده. طيب جينا نحن قلنا لا، هذا الموضوع ما فينا نستمر فيه هيك. الخطوه الاولى بلش فيها المركز هي إعادة النظر بالموجود والعمل ضمن المنطق المقبول لهذا العام الدراسي تمهيدا للوصول إلى تعديل المناهج بشكل جدي. مين شارك بهالمهمة اللي صارت؟ طبعا خبراء تربويون، أساتذة من التعليم الرسمي ومن التعليم الخاص، المركز التربوي هو قائد كان هالمهمة لأنه هيدا دوره وهيدا هو المطلوب منه. وأنا ما بخفى عليكم من سنة ونص لهلأ كنت عم بضغط بشكل دائم على رئيسة المركز الدكتورة ندى عويجان أنه لازم نعمل خطوة معينة بموضوع المناهج مثل الخطوة اللي عملناها بموضوع الامتحانات الرسمية وتطويرها ومكننتها إلى آخره. اللي صار هو تبسيط، يعني نحن اليوم بكل صراحة فينا نقول عدد من المواد اللي كانت موجودة أو عدد من المواضيع اللي كانت موجودة بالمواد ارتقوا الخبراء والأساتذة اللي هن معنيين أنه فينا نستغني عنها. في محلات تانية دخلنا إشياء، يعني اليوم بالمناهج مثلا كنا حازفين على سبيل المثال بمادة علوم الحياة موضوع التغذية، موضوع البيئة، موضوع التنمية المستدامة، هول رجعنا دخلناهم لانه اليوم نحن بالعصر اللي موجودين فيه ما فينا بقى ما نعلم طلابنا هيدي المواد. بنفس الوقت في امور اخرى كانت حتكرر وحشو وما الى اليوم مكان، خاصه نحن هدفنا نوصل الطلاب ليكونوا جاهزين لما يوصلوا. هي عمليه التربيه كتير بسيطه، من الحضانه لا يتخرج الطالب من الجامعه وفيما بعد لسوق العمل. اذا ما في ترابط بنكون نحن فشلنا بالخطه التربويه اللي عم نشتغل عليها. الحضانات بدها تحضر الطلاب لتفوت على التعليم الاساسي، التعليم الاساسي بده يحضر الطلاب ليفوت على المتوسط ومن ثم على الثانوي. اللي بده يتخرج بالتعليم الثانوي بده يكون جاهز لتستقبله الجامعات، ولما يتخرج من الجامعه بده يكون الطالب حاضر يفوت على سوق العمل وندرس سوق العمل شو فعلا هو بحاجه له. مش مزبوط الكلام انه نحن قراراتنا اعتباطيه ومتسرع بالقرارات، لا، اذا الزملاء الصحفيين ما عم بيواكبوا بشكل جدي مش معناتها هني على حق لما يحكوا هالكلام. نحن عملنا مؤتمر واضح ومن وقتها قلنا قدام كل العالم هيدي هي الخطة اللي ماشيين فيها، وفرق العمل كانت عم تشتغل على هالاساس. بتقولوا لي انجزتوا؟ بقول لكم لا، هيدي خطوة اولى اليوم، خطوة اولى بس جدية وجريئة. مشان هيك اللي صار اليوم بإعادة النظر بالمواد وداخل المواد شو اللي انشال عم بخفف في بعض الأماكن بين ال 15 وال 20% من الأمور اللي مطلوبة للمنهج. برضو إذا بتقارنوا هال 15 ل 20% بال 170 يوم المفترض مع ال 140 يوم الفعلي اللي عم بيطبقوه صار لهم سنوات، لأنه العام الدراسي اليوم ولا مرة كان عم يطلع فوق ال 140 يوم. وهيدي شغلة مش الوزارة أو المعنيين مسؤولين عنها، إنما المرسوم اللي طلع من أكثر ما بعرف من أي آخر مرة المرسوم طلع من أكثر من 30 سنة ما تغير وما تعدل. مشان هيك جينا اللي احنا تنقارب الواقع. شو الواقع؟ الواقع إنه هنقد عدد الأيام الموجودة. نحن بكرة بالمستقبل لما نطور مناهجنا، إيه نعم، إذا فينا نحن بعد نعدل أكثر لنترك مجال ليكون في خبرة تطبيقية للطلاب، أنشطة لصفية، كل هيدا يكونوا موجودين داخل الأسابيع المطلوبة، كمان هيدي بدنا نعملها وبكل جرأة نقول بدنا نعملها. طلع كلام طبعا بالإعلام، طلع حكي على قصة أنه قرر وزير التربية تقليص العام الدراسي، تقليص أصدر قرار، أصدر وزير التربية قرارا بشطب 5 أسابيع. وين هو يا فاتن هالقرار؟ يعني هذا القرار طيطلع بده يكون في قرار موقع، بده يكون بلغ فيه المعنيين. بقى طالما هذا القرار ما صدر عن الوزير وما في توقيع بأي قرار صادر من هالنوع ولا حدا بلغ بهذا الموضوع، معناتها بدك تعذريني. ما بدنا نحن هلا، خليك تسألي اللي بدك اياه.
بقى ما بسمح انا واحد يطلع قرار باسم الوزير بدون ما يكون على القليل يسأله للوزير هل مظبوط انت طلعت القرار. اذا الفكرة ان عمل بلبلي بالمدارس نجحته، بس نحن بالتربية مش هيك بنشتغل. لا، ما طلع ولا قرار بتقليص عدد الايام والاسابيع. القرار واضح بإعادة النظر بالمواد، وإذا خفضنا المواد لأنه ما كانوا الأساتذة أصلا عم يقدروا يشرحوها كلها لأنه الأيام ما بتسمح لهم، اليوم عدلنا فيها وفق اللي هو منطقي ومطلوب. بالتالي بتمنى على وسائل الإعلام وعلى الإعلاميين بموضوع التربية خلينا نكون دقيقين، لأنه لبنان كله معني بهالقطاع. ما في بيت مش معني بالتربية، ما في تلميذ مش معني بكل كلمة عم تطلع بهذا السياق. ما فينا نحن نتشوشر لهم أفكارهم. إذا بدنا نسأل نعطي الأجوبة، وإذا عطينا أجوبة حقكم ما تكونوا مقتنعين فيها وبتكتبوا على هالأساس، بس اللي مش حقكم أن تحطوا معلومات غلط. هيدا بضر مش بالوزارة ولا بالوزير، هيدا بضر بكل بيت بكل تلميذ. ونحن والطلاب عم نحاول نخليهم يرجع يكون عندهم ثقة بمناهج الدولة وبالتعليم الرسمي وبالتعليم الخاص، ويكون عندهم ثقة انه هالوزارة عم تشتغل لمصلحة قطاع التربية، وما في شيء غير هيك قدامنا ولا اي محسوبية اخرى. مشان هيك بعتقد بتأمل انه من هاللي صار نكون نحن اخذنا درس منه وتعلمنا انه لقدام نسأل قبل ما ينكتب، نوضح قبل ما ينكتب، لانه هيدي هي الحقيقة. ومن هون نقدر نشتغل نحن مع الاعلام، لانه اخر شيء ما فينا نحن نوصل فكرتنا بدونكم وبدون رايكم، ومش ضروري دائما انه انتم تكونوا موافقين الراي او تكتبوا اشياء نحن بدنا نسمعها. لا، فيكم تنتقدوا وقت اللي بيكون في غلط، وصدقوني وقت اللي بيطلع حدا بينتقد انا بقرا، واذا لقيت فيه معهم حق نرجع نسال اللجان ونسال المعنيين من عيد النظر فيها. اذا في شيء ينحكى عنه نرجع من عيد النظر فيه، واذا لا بنكفي باللي عم نعمله، وهيدي الطبيعه هيك بتقول. بس اهم شيء يكون في عنا دقة ونكون مستندين على وقائع. مثل ما قلت المناهج اللي تحضرت اليوم هي لحتى تأمن الطلاب اللي ادخل على المواد، لانه في اشياء انشالت وفي اشياء ادخلت، لحتى تأمن الطلاب لامتحانات دخول الجامعات، لحتى تأمن الطلاب ليفوتوا يعملوا امتحانات الدولية اللي كمان بياخدوها ليفوتوا على جامعات خارج لبنان، لحتى نكون عم نتصل مع العالم والواقع حسب ما مطلوب من الطلاب بهالمرحلة. عدد الأسابيع اللي كانت موجودة هي بصفوف الشهادة من 33 ل 37 أسبوع، في منهم 4 أسابيع تقريبا بتروح لامتحانات خلال السنة وبالنهاية، وفي عنا عطل يمكن قد تصل إلى حد 4 أسابيع ببعض الأوقات. هيدا اللي عم يطبق كان فعليا. بصفوف غير الشهادة كان يفترض من 37 ل 40 أسبوع، كمان في حوالي 4 أسابيع امتحانات و4 أسابيع بتروح بين العطل. هيدي الأعداد مش عم تتلائم مع المناهج، خاصة أنه المنهج نوضع على أساس نحن عنا 170 يوم تدريس. أنا بقول 170 يوم تدريس كثير، وأكتر دليل على هالشيء أنه ولا مرة قدروا يطبقوه. اليوم أكتر شيء عم نطمح، ما بعرف يا استاذ عبدو او استاذ محمود اذا عم تقدروا تطلعوا فوق ال 140 يوم. 140 يوم ما عم تقدروا تتخطوه بهالمرحله. بالتالي لازم نكتب مناهجنا على هالاساس، مش نحط منهج ل 170 يوم ونقول له للاساتذه معكم 140 يوم تطبقوه. طب التلميذ كيف بدنا نضغط عليه نحن بهالشكل، والاستاذ كيف بدنا نضغط عليه بهالشكل؟ يعني في حدا بده يدفع ثمن ما. اول شيء التلميذ بحسوا التلميذ بالضغط، بدل ما يكونوا مرتاحين بصيروا يحسوا حالهم بدهم يركضوا هني والاساتذه ليخلصوا مناهجهم، وهيدي بتضر بالتربيه ما بتنفع. مشان هيك اللي عم قوله نحن اليوم العام الدراسي هاي السنه مقارنه مع السنه الماضي ما تغير، ايمتى ببلش ايمتى بينتهي، ما في تقليص ولا اسبوع تنكون واضحين، انما عم نريح الاساتذه وعم نريح الطلاب من العبء والضغط اللي ما كانوا قادرين ينفذوه اصلا. ولا مدرسه قدرت تعمل بمناهجها تكمل مناهجها مثل المدرسة الثانية. في مدارس تعمل مثل ما قلت ساعات إضافية، في منهم بيعملوا ثبوتي، في منهم ما بيعملوا شيء. بالتالي كان في تفاوت بقديش عم تدرس الطلاب بهالمرحلة. أي تعديل للعام الدراسي بيتطلب مرسوم، لأنه في مرسوم اللي محدد العام الدراسي. بالتالي ما في قرار وزير يقول غيرت العام الدراسي أو قلصته 4 أسابيع أو 5 أسابيع. هذا منه
هيك قرار بيطلع من وزير وبيصدره بدون ما يكون عارف على القليلة هالوزير عن شو عم يحكي، انه هيدا موضوع العام الدراسي بده مرسوم، بده مرسوم يعني بده ينعرض على مجلس الوزراء. مشان هيك بتمنى انه هيدا الموضوع نحطه ورانا وننتقل اللي هو احسن، اللي هو اهم، واللي هو بينفع الطلاب وبينفع قطاع التربية. المشكلة وين؟ انه من عدة سنوات في بعض الاساتذة عم بيعلموا هالكتاب بدون ما يرجعوا للاهداف التربوية. نحن في اهداف بيحطوا المركز، اهداف يعني لوين بدنا نوصل، شو الهدف من هالدروس اللي عم نعطيها. لازم يكون في ترابط بين الاهداف وشو عم بيعلموا الاساتذة. نحن اليوم انا قلت هيدي خطوة اولى. ليش؟ لانه نحن حطينا اهدافنا او حطينا شو شلنا وشو قلصنا. نحن واجباتنا والمركز التربوي خلال اسبوعين لثلاث اسابيع بينشر ومنوزع على كل الاساتذه شو هو اللي صار، يعني وين ادخلنا بعض المواد ووين شلناها. بس بتضل المسؤوليه على الاساتذه ليعرفوا يعملوا هذا الربط. وانا ما بصدق الكلام اللي عم يطلع انه الاساتذه ما عندهم القدره انه يربطوا بين الاهداف وبين الدروس اللي عم يدرسوها من الكتب. هذا الكلام مش مزبوط. هؤلاء اساتذه وعندهم خبره ومهمتهم ومسؤوليتهم انه يطلعوا على النتيجه النهائيه ويعرفوا يعملوا الربط بين الاهداف اللي بدنا نوصلها وبين هو المتاح لهم اليوم بالمناهج. بالتالي نحن على استعداد وخلال اسبوعين ثلاثه نعمم هالشيء، نبسط هذا الموضوع، نشرح لهم اياه لحتى يعرفوا من هلا لنهايه السنه. مش هلا، هلا بالبدايه يمكن ما تقدم وتاخر كثير عندهم، ولكن كل ما يقطع شهر بده يكونوا عم يستعينوا بهالمواضيع لانه الفصول اللي تعدلت بتبلش من هلا يمكن نهايه هذا الشهر وبتنتهي باخر السنه. المشكله كمان اللي سمعناها، البعض بيقول نحن ما شاركنا، نحن مهمشين. لا، مش مزبوط. اول شيء المركز التربوي فاتح ابوابه للكل، وانا طلبت من الجميع اللي بحب يشارك، خاصه المدارس الخاصه وخاصه اتحاد المدارس، وبعدة اجتماعات قلنا لهم عملوا معروف وبعثوا لنا خبراء من عندكم ليشاركوا بالمركز التربوي وهن شهود على الموضوع. هلا الالتباس اللي صار يمكن البعض طلع يرد بناء على شو انكتب بالجريده، مش بناء على شو الحقيقه وشو اصدرنا من الوزاره. يعني لما سئل على وسيله اعلاميه الابونا بطرس عزار انه انت شو رايك؟ قال لهم انا ما بتبلغ من الجرايد، نحن بنعترض. حقه يعترض، بس بده يعترض على شيء صدر. يعني كان يفترض انه يسأل هل مزبوط صدر هذا القرار، ولو مزبوط هيك صدر وسمعه من الجرائد حقه، لانه مش هيك تبلغ المدارس بتقليص العام الدراسي. انما هالشيء ما صار، ما صدر. مشان هيك نتأمل كمان انه لما نوقع بالخطأ نتأكد ونسأل بالمستقبل قبل ما نعطي هيك اجوبة. وبرضو بتصير، انا ما بدي احط كل اللوم على صحفية وحدة او على خبر واحد هو اللي عامل الشوشرة، لا بتصير. ونحن مهمتنا نوضح لحتى نقدر بالمستقبل نغير من هالمشكلة. اخر شيء بدي اقوله، في موضوع بيتعلق بالمدارس المرخصة والمدارس المش مرخصة. في عدد من المدارس عم تشتغل بدون مراسيم. حتى نكون واضحين، ما في موافقات استثنائية نهاية هيدا العام لأي مدرسة ما بتحصل على الموافقة من هلأ. بالتالي الأهل مسؤولين إذا مسجلين أولادهم بمدرسة ما فيها مرسوم وما عندها موافقة استثنائية، لألكن أمتى بتنعطى الموافقات الاستثنائية من هلأ ورايح؟ أنا جيت وردت ملف اسمه موافقات استثنائية، بروحوا بيقدموا وبياخدوا على أساسه موافقة يقدموا لوائح الطلاب للوزارة اللي على أساسها الجزء منهم بيتقدم للامتحانات الرسمية وجزء بيترفع من صف لصف. طيب هيدي المدارس في منها اتكاكين، لنحكي الامور مثل ما هي، في منها سكرناها وفي منها رح نكفي بتسكيرها، ولكن في منها جدي. بس مشكلتها ما قادر يطلع مرسوم النهائي. ليش؟ مثلا في خلاف على عقار معين، مدرسة جدية حتى ما نسمي حدا تابع على مؤسسة محترمة، بتروحوا على المدرسة من اهم المباني اهم الاساتذة والمختبرات، انما عقاريا عنده مشكلة ما قدروا خلصوها تياخدوا براءة ذمة او شيء من هالنوع. هيدي المدارس تعتبر مدارس جدية، بنعمل لها موافقة استثنائية. اما اللي فاتح شقة وشقتين وثلاث شقق
ويدعي انه عنده مدرسة وبده موافقة استثنائية من هلأ، بطمنكم ما حيصير. هيدي المدارس تدور من هلأ على مخرج لحالة، لانه ابتداء من بداية الاسبوع القادم رح ننشر لوائح كل المدارس اللي فيها مراسيم. المدير العام بلغني اليوم انه هاللوائح صارت جاهزة، رح نحط المدارس اللي فيها مراسيم واللي عندها موافقات استثنائية حتى الاهل يعرفوا وين عم يسجلوا اولادهم. وكل مدرسة منه موجود اسمع على الليحة، من هلأ عم قول الاهل بيتحملوا مسؤولية تسجيل اولادهم فيها، مش يجوا باخر العام الدراسي يقولون بدنا اولادنا يتسجلوا بالامتحانات وما عم تقبلون. لازم ينتبهوا على هذا الموضوع. ونحن من ناحية اخرى انا بعت تعميم لمعالي وزير الداخلية وللمحافظين بطلب منهم اقفال اي مدرسة ما عندها موافقة من الوزارة، مثل ما صار بالجامعات ومثل ما الضغط اللي عم يجي على وزارة التربية. ليش عم بتسموا، ليش عم يا اما بدنا تربية منظمة وفق القوانين، يا اما خلينا نقول خليها في التاني القصة وبروح الصالح بظهر الطالع. لا، طالما انا موجود بهالوزارة ما رح نقبل الفوضى تضل ماشي، ورح يكون عنا مواقف بعيدة عن السياسة. عم نحكي تربويا لانه هيدي بتطال كل المناطق وكل الافرقاء، وعم تتطبق على كل الافرقاء وعلى كل المناطق. انا هيدا كل شيء كان بدي اقوله. اذا حدا بحب يضيف شيء، اي نقطة قبل ما ناخد اسئلة؟ لا، بالمبدأ بس نحن حاطين كمان على الويب سايت في مساعدة للأساتذة كيف يقسموا الحصص التعليمية. هيدي قلنا رح ننشرها، موجود في اقتراح قريب ورح منعدل ونحكي، رح نرجع نطوره. في نقطة أخيرا حكيت كمان طلعت بالجريدة، معلش اسمحوا لي، وهيدي كتير مهمة بدي أوضحها، أنه بالتعديل اللي صار بموضوع مادة التربية في عنوان انحط أنه المقاومة خارج مادة التربية. انا بدي اقول لكم لا، المراه البرامج اللي انا معتمدها بعدها موجوده، والتعليق اللي موجود او اللي موجود ضمن المنهج وبماده التربيه بيقول ان من حق الشعب اللبناني مقاومه العدوان الاسرائيلي على جنوبه وبقائه الغربي، وهذه المقاومه هي واجب وطني ومسؤوليه الشعب والدوله معا، ويجب ان تشارك فيها جميع المؤسسات والمنظمات الرسميه والشعبيه على اختلافها، لان المقاومه شان وطني عام. لا، هذا الموضوع موجود بالمنهج اللي انا مضيت على تعديله. بقى كمان برجع بقول ممكن اوقات بيصير في التباس، ممكن يمكن حدا يفكر بيوم من الايام انه اذا موجوده بمحل بنشيلها من مكان اخر، انما اللي اعتمد بالنهايه هي من بعد ما يصير في تدقيق ومراجعه انه هذا الموضوع مش حقيقه انشال، لا ما زال موجود وضمن اللي توزع واللي موجود على